المصري لعنة الهزيمة، لعنة هزيمته للأهلي تلاحقه. وده اللي أبدأ بيه مع الأستاذ فاروق سعدة. يعني النهارده المصري وسموحة 2-1 لسموحة، والنهارده مباراة الدوري كان فيه ماتشين، غزل المحلة فاز على إسترن كومباني 1-0 وتقدم 24 نقطة وتساوى مع إنبي وتساوى مع سيراميكا. كمان المصري تعثر، ومن اول ما فاز على الاهلي لا بيتغلب لا بيتعادل، لا بيتغلب لا بيتعادل. لعنه الاهلي تقارض المصري. استاذ فاروق سعد السلام عليكم، ونبدا بالدوري المصري. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك مره ثانيه ولكل مشاهدينك من كل انحاء العالم. فعلا لعنه النادي الاهلي او فوز المصري على النادي الاهلي بتلاحقه لحد دلوقتي. النادي المصري هزم النهارده من سموحه 2-1. المباراه طبعا صعبت الموقف على النادي المصري، والهزائم متتاليه او تعادل فده عامل ازمه في الفريق. تغيير موضوع اللاعيبه اللي كانت تمردت ورجعت، تغيير يعني بعض المشاكل الاداريه اللي النادي المصري عايز يخرج منها، وغير العقوبات اللي طلعت من الكاس. النهارده كان الموضوع صعب جدا، المباراه بدات سريعه جدا ونجح حمدي علاء في تسجيل هدف التقدم لسموحه في الدقيقه 19. بعدها عمرو ملعب يهدر يعني فرصه مليون في الميه في الدقيقه 28 في الشوط الاول، لكن مروان حمدي بعدها ب 10 دقائق ينجح في الدقيقه 39 يسجل الهدف الثاني، والشوط الاولاني يخلص 2-0. الشوط الثاني المصري بقى عمل شويه تغييرات وتعديلات عشان يعني يبقى اقوى، فعلا بقى اقوى، لكن سموحه كان لجأ للدفاع شويه، والحكم الغى هدف لمروان حمدي ثالث لان كان فيها قبلها فاول، هي مش اوفسايد لكن في قبلها كان فاول للنادي المصري. في الدقيقه 85 حسن علي سجل الهدف الوحيد للمصري من تسديده من جوه ال 18، وكاد المصري خلاص يعني يتعادل، وكرة جايه في القائم في الدقيقه الاخيره، لكن المباراه انتهت. انا عايز اقول لحضرتك الموضوع ده عامل ازمه في الشارع البورسعيدي، والجماهير مستاءه جدا والجماهير حزينه جدا، وفي يعني قلق لان سموحه كده بيعزز موقفه في المركز الرابع 33 نقطه، المصري في المركز ال 12 ب 20 نقطه، وقريب قوي يعني المصري الفرق اللي تحت هو مش بعيد عنها، لو مباراه او اثنين يخلوه تحت مع الفرق ال 15 او 16 او الفرق المهدده، فدي عامله قلق وازمه كبيره في بورسعيد، والجماهير كلها مستوى على السوشيال ميديا الدنيا مقلوبه ان المصري مش ده، المصري مش معقول ثلاث اربع مباريات ورا بعض يبقى بالاداء ده وبالشكل ده وبالنتائج دي. يعني الموضوع صعب، المهم عليهم قوي يا استاذ عبد الناصر. طبعا في فرق كده بتحب تغلب الاهلي وتدخل التاريخ، فمنها المصري والاسماعيلي بيعتبروا ان مباراه الاهلي بطوله، وانا من زمان اقول اللي عايز الاهلي بطوله يفوز على الاهلي ويعتبر هذه البطوله بتاعته وما يكملش الدوري. فالمصري والاسماعيلي فوز الاهلي عليهم يعني بيفوزوا على الاهلي كل 10 سنين مره، واخد بالك انت؟ همهم وهم جماهيرهم الفوز على الاهلي، وبعد كده بيدفعوا الثمن، ده اللي دايما بنقوله. يعني انت ديك فزت على الاهلي عملت ايه؟ ماتش بثلاثة بونت زي اي ماتش. المهم ان انا فرحان لعبد الحميد بسيوني جدا، وسموها مع بسيوني شكل تاني، وعايز احييه وعايز اهنيه. 33 بونت تساوى مع النادي الاهلي، ايوه في فرق 5 مباريات، هو 14 ماتش ولسه الاهلي عنده 5 مباريات فرق عن سموحه، واربع مباريات عن الزمالك وبيراميدز، لكن في النهايه تساوى مع الاهلي ب 33 نقطه، يعتبر الرابع او الثالث مقرر، وهو في المركز الرابع، حاجه تفرح، برافو بسيوني. يعني فوز مستحق ومستحق جدا 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 جدا. هو الميزه يا استاذ الناصر، الميزه ان هو ما خدش مع الوقت مع الفريق وقت كتير. تحس انه ليه سنتين مع الفرقه، تأقلم بسرعه، الكيمياء بتاعته جت بسرعه جدا 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 مع الفرقه. وكله كان متوقع النهارده ان سموحه يعني يقع، لان الماتش اللي فات كسبان الاتحاد السكندري 5-2، فهو كله يقول لك ده هيقع بقى وهيبقى فيه تراخي، لا النهارده شايفين اداء محترم جدا جدا يعني. مليون مبروك لسموحه والكابتن عبد الحميد بسيوني. الماتش اللي قبله كان غزل المحلة وفوز 1-0 على إسترن كومباني، وده فوز مهم خلاه 24 بوم وتساوى مع إنبي وتساوى مع سيراميكا. بالظبط، وكمان أنا مبسوط ليه لأن ده أول فوز لكابتن مصطفى عبده المدير الفني الجديد، نتيجة محترمة. هو المحلة يعني خطف هدف الفوز في البداية في الدقيقة 18 عن طريق أحمد النادري بتسديدة قوية جدا من خارج ال 18، إسترن حاول بعد كده يتعادل لكن ما قدرش، وكان خطر شويه وله فرص خطيره وخصوصا في الدقيقه 30 من الشوط الاول، لكن ما قدرش. الشوط الثاني حاول يضغط المحله بكل طريقه اللي رجع للدفاع، لكن برده يعني ما قدرش يتعادل. وعايزين نعرف برده ان في لعيب في المحله محمد بازوكا خد كارت احمر في الدقيقه 68 لتدخل بسرعه عنيفه، فعلا كارت احمر مستحق، برغم ان وجود في اعتراضات شديده جدا من نادي غزل المحله،
ولكن غزل المحله من الدقيقه 68 لحد نهايه المباراه صمد في مكانه، قدر يحافظ على الهدف اللي جابه في بدايه المباراه، وفعلا غزل المحله قدر يقتنص المركز التاسع في الدوري ب 24 نقطه. إيسترن كومباني يظل زي ما هو في المركز ال 17 ب 11 نقطه. ألف مبروك للمحلة وجماهير غزل المحلة اللي كانت النهاردة عبد الناصر كانت فرحانة جدا ومبسوطة جدا إن الفريق بتاعها لا بيمشي بخطوات كويسة، 24 نقطة ده ممتاز جدا يعني. فأنا بجد أنا ببقى فرحان لما الأندية الشعبية والله بجد تفوز وتحقق نتائج وتبقى في الدوري، وأتمنى إن نبقى عندنا فرق كتيرة جماهيرية موجودة في الدوري يا أستاذ عبد الناصر.